سيادة الحبر الجليل مار بشار ماتيو وردة الجزيل الاحترام، السادة الأساقفة الأجلاء، الآباء الكهنة الأفاضل، الأخوات الراهبات، المسؤولون المدنيون والرسميون، المؤمنون الكرام، بفرح كبير وغبطة يتقدم اثنين من أبناء إبارشيتنا لنيل سيامة الخدمة الكهنوتية، وبعد أن أتموا متطلبات التنشئة الروحية والثقافية حسب القوانين والتعاليم الكنسية ليضحوا مستعدين في حمل التقليد الكنسي والتعليم الإنجيلي ليكون بذرة جديدة صالحة في كنيسة المسيح. أيها الأخوات والإخوة، يتقدم الشماس الإنجيلي ميلان صباح ككوني، وهو من مواليد شقلاوة 20 كانون الأول 1992، نشأ وترعرع في عنكاوة، حصل على شهادة الدبلوم من معهد التربية الرياضية في أربيل للعام 2014، وفي العام نفسه دخل معهد شمعون الصفا الكهنوتي لباترياركية الكلدان في عنكاوة، حصل على شهادة البكالوريوس في الفلسفة واللاهوت من كلية بابل الحبرية وجامعة أوربانيانا للعام 2019-2020. ارتسم شماساً قارئياً ورسائلياً في 15 حزيران لعام 2017. ارتسم شماساً إنجيلياً في 15 آب لعام 2020 بوضع يد سيادة المطران مار بشار متي وردة في كاتدرائية مار يوسف في عنكاوة. وكذلك يتقدم الشماس سافيو توفيق حندولة، وهو من مواليد 2 كانون الأول 1995، خريج إعدادية المهنية قسم الكهرباء عام 2013، دخل معهد شمعون الصفا الكهنوتي الباترياركي في العام نفسه، أرسل إلى روما في 30 حزيران عام 2016 لإكمال دراسته هناك، وحصل على شهادة البكالوريوس في اللاهوت في عام 2019. حالياً هو ما زال طالب ماجستير في لاهوت الزواج والعائلة السنة الأخيرة في معهد يوحنا بولس الثاني الحبري. رسم قارئاً في 22 كانون الثاني عام 2010 على يد سيادة المطران ربان القس في كاتدرائية مار يوسف. رسم رسائلي في 25 كانون الثاني عام 2013 على يد سيادة المطران مار بشار متي وردة. رسم شماساً إنجيلياً في 23 الأول عام 2020 على يد سيادة المطران مار بشار متي وردة في كاتدرائية مار يوسف. نتمنى للمرتسمين حياة القداسة وخدمة مثمرة. إني الشماس الإنجيلي ميلان صباح ككوني الواقف الآن لاقتبال نعمة الكهنوت. إني الشماس الإنجيلي سافيو توفيق حندولة الواقف الآن لاقتبال نعمة الكهنوت. نقبل بنعمة الله العلي وبكامل وعي قانون إيمان الكنيسة الكاثوليكية، لذلك نعترف أمام الكنيسة المقدسة وأمام سيادة راعينا الجليل مار بشار متي وردة السامي الوقار بكل ما يرسمه هذا القانون من قواعد إيمانية وخلقية، إننا نؤمن بأن الكتاب المقدس بعهديه هو كلمة الله، وهي مصباح لخطايا ونور لسبيلي، ونؤمن بالثالوث الأقدس أي بالله الآب خالقاً
وبيسوع المسيح المولود من العذراء القديسة مريم ابنا له ومخلصا للبشرية جمعاء والقائمة من بين الأموات والحاضر أبدا بيننا وبالروح القدس حياة. إننا نقبل جميع المجامع المسكونية التي أثبتها الكرسي الرسولي وما أصدرته في مجال العقيدة، كما نعترف بأن الحبر الأعظم الجالس على كرسي روما هو خليفة بطرس الرسول وأب ومعلم المسيحيين، ونقبل طاعته وطاعة خلفائه، كما إننا نعد بطاعتنا التامة لأسقفنا أب ورأس إباشيتنا، وإننا نعد أمام الله وأمامكم بأن نعيش نعمة كهنوتنا بأمانة وتواضع ونقاء وبكل ما لدينا من قدرة لمجد الله ولخير الجماعة الكنسية والمجتمع، معتمدا على نعمة الله بينا وعلى صلاتنا ومساعدتكم، وليشهد هذا الإنجيل الطاهر على كل ما قلناه. آمين. مشيحة نقد منك كل يقرين دخطيثة هايدا وخلزون طيوة إلى آخر العالمين. آمين. مشيحة مقلقل منك كل يقري دخطيثة آية جو كل خلزون كسبرا لخ العالمين. آمين. تشمشتا مصعيوثا دمحي لوثان آذي روحا نيتا تخليثا كهنوثا بشتلا مهو يمني إلا يا هو تخلياثا روحانا إمارة خول آوى وورا روحة قدشا Thank you.
داو المريا وقرا وشمي حوا وبعمى ودا كملة من دي دي لناقص بإجبونة دا لها بابه بخيلة روحة قدشام أو يا إمان بكل عدانة ومكملة بداث دمحيل وثان تشمش تآذي مزد أنيث ومعليتا تخلاص تخاين هاشا ووخل زوان والعالم علمين حي المارن ولاها لمحي لوثن بحناناخ دنشمش الرازي قديشي بدثيهي والحداثي والفرقاني دخيانا حلاشا رحمة ودورة حبي ومارت قول العالمين حبي وين مشكنيك مرياح الثانة سكت نوش وثرغ رغاث الذارة وتمريا ولا Amen.
الكانوت التي ألبستها يا رب ليومنائك قديما وحديثا والشبيها الساجدين لك الشماسين الإنجيليين ميلان وسافيوم المبسوطة أيديهم أمام عرش لاهوتك قويهم ليقربوا لك بلا عيب ذبائح المصالحة في كل الليالي والأيام يا مانح المواهب الروحية يا رب الكل الآب والابن والروح القدس إلى الأبد كهنيك نلبشون زديق وثاو زديقك شوحا كهني قديشي هالشغلي رفقون من صافة عولا شوحا لا ولورا والروح ذقدشا كهني مشويتون في ورمى برخ مور مش حمرت قديشوم شوحنون العبدي كولن ميلانو سافيو ويدايك تعدرنون ودروعيك حيلنون لم كهن دعيتو قديشتو المجمر تشمشتو درعك محيوني البنيون نفشو ثو سغو ذاك يهوبات شو كانت روحاني موريو موري دخول أبو وبرو روحو قديشا العلمين يا بنهرة دبيك هالخن وش ما خندوص كل يوم ملكامينا وعاونا حد مريا وورا محينا قاري وعودك لعوادا قود شرازي وعمادا حي العمر زغزيدا يا وليا أغدى أغدى
مش هتكون شمشاتي إذا قدرتي وأقدر عيلي كالين ميلان وسافيو وشملا ايديهم زهيوثا نذقرون تشمش تدرازيك مخسيانة ولم قداشوا عوبة مخسيانة دعم ذا قديشا معيناد منه مولدنا يا ما يوثي إلا ما يوثوثا طيبو ثاخ ورخميك يا هو تشو كان روخانا يمار تخول اوا وورا وروخة قدش العلمين وذا عم عودخ مريا اخدمات طعمه وطيبوثة ومدى اللي بينيه Oh, my God.
نعمتك وزير مواهبك على رأس الساجدين لك المشتاقين إلى عطيتك الإلهية وقوهما لخدمات مذبحك المقدس ويسمع أصوات مجدك لشعبك المفتدى بصليبك ويتحدث بعجائبك للجموع الموسومة بوسمك الحي والمحي يا مانح المواهب الروحية يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. وثخاري مث عيني عمورة تشميا أشفى طيب ثمارا على عوديك وثخاري مث عيني عمورة تشميا أبعين دعود الوثمار أيهون أبعين دمثل وثمار تام أخن عين الوثم يا آلان لما دم راحم علي راحم علي مريا راحم علي أشفى طيب ثمارا على عودين شو حلاوة ولو راود روح القدس من عالم وذم العالم من ومن أشفى طيب ثمارا مارني شعم شيحة آيد كل زونك مكملة من دي ناقص بجبون دالها بابا
خيلد روحة قدش يام هاوية إمان بكل عدانا ومكملة بداث دمحيل وثان تشمش تآذي مزد أنيثة ومعليتة تخلاص تخاين هاشا ووخل زوان والعالم علمين ملكان ملي رحميم آلهن طاوان وملكان ملي رحميم آودي لأتي رب رحمدي وشبيخ بحنين وثيم آيت ماري بنعم التدي وخد لك ثيال محكويم كم دارتي مصعاية خيل واثخ آلها ياثا بقيتخ قد اشتام ديوين بشموخ ككرت تشمش تدروحا لمشمشاني درازوخ قد اشيم واخسي بيث ماريش لي حيتات بشلم سبيت طالا بس يا ميذا تشمش تأيتا نيتام دهاك مقروخ قاموخ الآن تري أودوخ ميلان وسافيو دهاوي قشيشم قبيه بقيتوخ قد اشتام ومصلينان كلان احلى بايهون صالوخ كلان قدشا ومكملال الأواذ التشمش تآذي دي لي بشلي مقر وطالة طيبوث ورحمة دي حذايخ طالخ وطالة ودروحة قدشا شوحة وإيقارة وثوديثة وصغتة مسخوخ هاشا ووخل زوان والعالم علمين شانم ادمت سيمينهم التقسيم قشيشم العيت دلام لا اذكر الصلاة عليهم هاشا ووخل زوان والعالم علمين
ما لبش له خمارا ولا هان، لبشت تزديقوثة تتشبرت قامي بصبيوثة ونظيفوثة بصبيوثة ونظيفوثة وقد يشوثة كل يماث تخاي ديوخ دلد أرى العلمين. آمين آمين. ملبش له خمارا ولا هان، بالوشتة تزديقوثة تتشبرت قام بصبيوثة ونظيفوثة وقد يشوثة كل يماث تخايخ اللي دقرى العلمين. آمين. ثبرش وثقدش وثقمار واشتملي ميلان لعواذة قدي قشي شوثة عيتا نيثا والبلخانة كهنوثة أهرو نيتا شمآوى وورا وروحة قدشال علمين. بشلي بريشة ومقدشة وكميلة ومتممة سابيو لعواذة قشي شوثة عيتا نيتا والبلخانات كهنوثة أهرو نيتا بشمآوى وورا وروحة قدشال علمين. قاري ومريا ليل انتقار اللي بقشتة وعاوض صويان الذحلة شيحة العودة يا كثرة خسفة روحانا أن ألغى عمران الزاغوذ القب الموهوثة قاري ومريا ليل انتقار اللي بقشتة عاوض صويان الذحلة والخلون عظالي موبت تشعى في المريا إيه
حبا مارا ولهان ريحة هنيد والسيموث تحباخ نارا نوشا ثام بيضاثي دشراراخ نشتويد نقبل قليان براخ حبي ود مش بيا وثمان نوديلاخ وانشب حاخد لاش الوبعتاخ مخللتا مليت كل عضرانين وخلطوين دتو ما روارو يدخل العلمين ثم نحمانة بغرين والتفار قطا ودنوشاثا ومنطرانا أمينة حيين والأخمار حياوينا ونسجد ونشبح كل عدا مرض خول العلمين نتضرع إليك أن تلتفت إلينا وتشفق علينا وترحمنا كعادتك كل حين يا رب الكل الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد آمين. قراءة من سفر إيرميا بارخ مار. قال الرب لي: قبل أن أصورك في البطن اخترتك، وقبل أن تخرج من الرحم كرستك وجعلتك نبيا للأمم. فقلت: آه أيها السيد الرب، أنا لا أعرف أن أتكلم لأني صغير. فقال لي الرب: لا تقل إني صغير، أينما أرسلك تذهب، وكل ما آمرك به تقوله،
لا تخف من مواجهة أحد فأنا معك لينقذك. ثم مد يده ولمس فمي وقال: ها أنا جعلت كلامي في فمك وأعطيتك اليوم سلطة على الأمم وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك ولتنقض وتبني وتغرس. وقال لي الرب: ماذا ترى يا إيرميا؟ فقلت: أرى غصن لوز. فقال: أحسنت فيما رأيت، فأنا ساهر على فعل ما أقول. وقال لي الرب ثانية: ماذا ترى الآن؟ فقلت: أرى وعاء يغلي على موقد يتجه إلى الشمال. فقال: من الشمال يهب الشر على جميع سكان هذه الأرض، سأدعو جميع ممالك الشمال فيأتون، وينصب كل ملك من ملوكها عرشه عند مدخل أبواب أورشليم ومدن يهوذا، وأتلو حكمي على شعبي جزاء جميع الشرور التي فعلوها، لأنهم تركوني وأحرقوا البخور على مذبح آلهة أخرى وسجدوا لما صنعته أيديهم. وأما أنت فتأهب وقم وكلمهم بكل ما آمرك به، لا تفزع من مواجهتهم لئلا أفزعك أمامهم. جعلتك اليوم يا إيرميا مدينة حصينة وعمودا من حديد وسورا من نحاس في وجه جميع الذين في أرض يهودا من ملوك ورؤساء وكهنة وشعب، فيحاربونك ولا يقوون عليك، لأني معك لينقذك، هكذا يقول الرب بارخ مار. ادخر عيت اخدق نايت من قديم هللويا هللويا من عالم ودم من عالم ما من ومن هللويا هللويا هيا صلي شلام آمان أمي بولوز شليحة تدلوات قرثي حي بارخ مار برشول روحنا يخن واثي كبن ديديتون حم بيوتن واو باثر صنامت لتقالات لبرشونا رخشيتن وام ما دي سبب كيدن طلوخون لذناشد بروح دالك محكو كامر محرمة لإيشو حملة ناشا إبد آمر مريا لإيشو علان بروحة قدشا خلنا يا ثاب لي لا إلا خين روحا خدمة يا ثاب لي لا إلا خين مريا عجب واثاب لي لا إلا خين آلها ذك ما بيت ولكل ناشام خذ خلق باي جميلة طالد ليانا روحا تدعينا لهم إذ دي لميلة طالب روحا تنيث الحخم ثام تخنا تنيث ديداتام هربي روحا وتخنا هيمانو ثام هربي روحا وتخنا خلياث البسوم هربي روحا تخنا خيلي وتخنا نويوثا وتخنا براشا روحا ثام تخنا ترزد للشاني وتخنا بوشاقد للشاني كلاني خروحا دكو دالاي كمبلا تكولنا شادي خطي بين عمت المارني شوم شيحا ويمت كلو خنخن واتي عمين
شد مراني شعم شيحام كارزو ثا سبت ديامت جيني صار جمع للجيبه كنشة كبيرة تتشمي تاني تدالها زيل تريمر كل سبت دياما خذ لي مني صيادة دم خلي شباكة دييه سقلي شعل خدم مني دبي وشمع كيبا مير طالق الصدر حق من يوشام تولي شو مرك ومول بلك انشام كنت خلص لمحكو يومير تشمعون حوغ العمق محلقو لشباك ديوخم تصيادام جوب لشمعون ومير طالم رابي ليل كل جهيلا من دي لأريلا إلا بمحلق مني شباك دي بدايت ميرو وفعلوا ذلك فأمسكوا سمكا كثيرا وكاد شباكهم تتمزق فأشعروا إلى شركائهم في القعر بالآخر أن يجيئوا ويساعدوهم فجاءوا وملأوا القعر بيني حتى كاد يغرقاني فلما رأى سمعان ما جرى وقع على ركبتي يسوع وقال ابتعد عني يا سيدي أنا رجل خاطئ وكان في دهشة هو ورفاقه كلهم لكثرة السمك الذي اصطادوه ومثلهم يعقوب ويوحنا ابن زبدي وشريكا سمعان فقال يسوع لسمعان لا تخف ستكون بعد اليوم صياد بشر ولما رجعوا بالقاربين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوا يسوع شوحا لا لا أمين أيد بركثت مريا عليكم شوحا لنفشي تركوا كل شيء وتبعوا يسوع. أحبتي أبونا ميلان وأبونا سافيو اخترتم هذه الكلمات من إنجيل لوقا وهي تصف مشهد ترك سمعان ويعقوب ويوحنا عملهم وما يملكون والصيد الوفير لاتباعة ربنا يسوع على الرغم من أنه لم يوجه لهم دعوة صريحة كلمات تنير سبيلكم تؤسسون عليها مسيرة خدمتكم الكهنوتية التي بها يبارك الله الكنيسة اليوم
الكنيسة التي تقف شاكرة الله على عطية دعوته لكم وممتنة لقبولكم هذه الخدمة. في هذه العبارة فعلان أساسيان مرتبطان، الترك واتباع. ترك وتخل عن ماض وعائلة وعلاقات وعمل من أجل تباعة شخص سيستلم دفة القيادة ويوجه حياتهم ويقودهم إلى أراض ووجهات مجهولة ليس لهم حرية القرار فيها، ويطلب منهم خدمات غير متوقعة. هذا القرار لم يكن قرارا عاديا عابرا، بل مر بفترات عصيبة. فقرار الرسل جاء بعد خبرة الصيد العجائب التي كشف فيها لوقا الإنجيل عن عجز سمعان بطرس هو وشركائه عن الإمساك بالسمك، وهو الخبير في هذه المهنة. وكشف أيضا عن إيمان سمعان بكلمة الرب له فأطاع لتوجيهات المعلم: سر إلى العمق والقوا شباككم للصيد. وكان جوابه: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. طاعته كانت مثل طاعة أمنا مريم التي نقل لنا الإنجيل لوقا قولها للملاك: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فكان هو الشخص الثاني بعد مريم في تقديم الطاعة التامة لكلمة الرب على الرغم من استحالة المعطيات التي لديه، وهو استباق لرسالة بطرس في الكنيسة التي ستضم إليها يهودا ووثنيين، وهو ما لم يتوقعه سمعان أو التلاميذ، كونهم مثل كل اليهود كانوا ينتظرون مسيحا يخلصهم هم وحدهم. لذا تعمد لوقا في ذكر القاربين معا في هذه القصة. لنتأمل المشهد مرة أخرى. هم عمل فاشلون في مهنة الصيد، ولولا تدخل ربنا يسوع وتوجيهه لهم لما كان لهم أن يصطادوا شيئا. أنظارهم وأفكارهم كانت متوجهة نحو وجهات أخرى. تعبير سمعان بطرس: ابتعد عني يا رب فأنا رجل خاطئ، يختصر كل هذه الخبرة، فهو يقول: أنا لست أهلا لأكون قربك فابتعد عني. قالها وهو خائف كونه في حضرة الله. أصغى إليه وأطاعه أولا كمعلم: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. وعاد وسجد له إلها وهو خائف لانكشاف قدرة الله أمامه وشعوره بعدم الاستحقاق لأنه في حضرة القدوس، كما شعر إشعيا قبله: ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. ولكن ما يبدو لنا اعترافا صريحا بالفشل وعدم الآهلية هو نفسه نقطة انطلاق لإلهنا لدعوة سمعان بطرس قائلا له: لا تخف، ستكون بعد اليوم صياد البشر. هذا الاعتراف من بطرس بعدم الاستحقاق هو بداية صحيحة لمن يختار تباعة ربنا يسوع، لأنه يعرف صدقا أن ليس له ما يضمد به جراح العالم. هو إنسان خاطئ على الدوام، ولكن نعمة الله هي التي تؤهله ليتبع تلميذا. هذا ممكن إن كانت الاستجابة الأولى صحيحة، أن يترك كل شيء. فالمطلوب منكم يا أحبتي ميلان وسافيو هو أن يكون لكم الاستعداد لأن تتركوا العائلة التي لها أثر كبير في تنشئتكم ورسمت مع المجتمع ملامح شخصيتكم، وأثرت وما زالت تؤثر على قراراتكم
وحتى على هيئتكم الخارجية. هم تركوا مصدر معيشتهم، وهذا يعني بالنسبة لكم استحالة أن تكون الخدمة الكهنوتية فرصة عمل آمنة، لكن تحدي يومي للإبداع في الخدمة المجانية والنزيهة. الترك الثالث والأهم كان أنهم تركوا نتاج عملهم الصيد الوفير، أي استعدادكم لترك النجاح الباهر الذي ستختبرونه في عملكم الرعوي وفي تعدد وتميز علاقاتكم مع الآخرين. يجب أن لا يوقف هذا مسيرتكم لتستمتعوا بثماره، بل أن يكون لكم الصدق والنزاهة لتعترفوا أن هذا تحقق لكم بنعمة الله، والشجاعة للتخلي عنه من أجل مواصلة اتباعه. سيحاول العالم تجربتكم لكي لا تقدموا على هذا الترك الثلاثي، وسيثرثر الناس حول مصداقية هذه الخدمة. بالنسبة لكم، تباعتكم لربنا يسوع، احترامكم لكهنوته، هو المعيار لأصالة هذه الخدمة من خلال الترك الثلاثي كلاً كاملاً. اليوم إذن تبدأ مسيرة الخدمة الكهنوتية، ومعها مسيرة الحرية لكم من خلال فعل الترك واتباع المتجدد يومياً. فارحلوا عن طفولتكم وعائلتكم ومجتمعكم، اتركوا خلفكم ماضيكم، حتى قناعاتكم عن الخدمة الكهنوتية وتأثيرات الآخرين، لتنفتحوا على مستقبل يريده الله للكنيسة من خلالكم. لا تعملوا من أجل الصيد الوفير والإنجازات المؤقتة والنجاحات العابرة، بل توجهوا حيثما يريدكم الله أن تكونوا، فقد أعد لكم صيدا أوفر. لا تتوقفوا مفتخرين بالنجاحات وتصفيق الناس لكم، واصلوا المسيرة، آمنوا بالذي دعاكم وسلم لكم سلمتم له دفة القيادة. وإن حصل وإن أخطأتم المسيرة وفشلتم في التعامل بمحبة المسيح وتدبيره خلال خدمتكم الكهنوتية، فكونوا صادقين مع ذواتكم وتقصوا بنزاهة، تحملوا مسؤولية أخطائكم من دون تبريرات أو حجج واهية. اندموا واعتذروا بصدق وابدأوا المسيرة من جديد. ربنا لا يراكم من خلال فشلكم وخطيئتكم، مثلما لم يقف عند فشل سمعان وخطيئته، فعندما أنكره جدد دعوته له مسبقا مصليا لأجله: طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. الله ينتظركم وينتظركم ليبارككم. ستكونون صيادي بشر، وهي ليست بالمهمة السهلة. العمل مع الناس والتواصل معهم صعب للغاية، ويتطلب الكثير ويستنزف الكثير من الطاقات. ولكي تأتي الخدمة ناجحة، عليكم أن تتعلموا اتخاذ قرار الترك اليومي وتجديد اتباع لربنا يسوع. ربنا لا يريدكم أن تتركوا كل شيء لأجل الترك، حتى لا تشعروه هو والكنيسة بأنكم ضحيتم بالغالي والنفيس من أجله، لتعودوا وتعوضوا هذه الخسارة الشخصية وفق مزاجكم، وتحملوا الكنيسة أعباء تسيء البشرى السارة. إلهنا لا يمنح العطايا ويتراجع عنها نادما. فعل الترك هو في خدمة تدبيره الإلهي صيد البشر. مرارا ما يتوهم من يقبل الخدمة الكهنوتية أنه ناجح في خدمته لأنه ترك كل شيء، أو لأنه صار واعظا مشهورا، مؤلفا وكاتبا ومحاضرا، واليوم يوتيوبر. الحال نجاح الخدمة ليس في فعل الترك والتميز الشخصي، بل في القدرة على جذب البشر للبشرى السارة. ليس مهما أنكم تركتم كل شيء، وليس مهما ما تبذلونه من جهد وطاقات،
فقد يكون هذا كله من أجل رفعة اسمكم ومكانتكم الشخصية. لذا يذكركم سمعان بطرس قائلا: يا معلم، تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا. المهم هو تعاونكم مع ربنا يسوع وكنيسته في تحقيق تدبيره الخلاصي، وهذا يدعوكم إلى التواضع والافتخار بالذي دعاكم. التواضع لأن مؤهلاتكم أمام شخص من دعاكم وقدراته هي مثل مؤهلات سمعان بطرس، وقدراته تصرخ ممانعة: ابتعد عني يا رب، فأنا رجل خاطئ. وعندما يقع في أزمة بسبب خدمته التبشيرية سيتعلم أن الخروج منها لا يعني التنعم بالراحة، بل الالتزام بالعمل التبشيري، كما حصل معه عندما أنقذه الملاك من سجنه وقال له: شد حزامك واربط حذاءك والبس ثوبك واتبعني. عليكم أن تثقوا به وتؤمنوا بأنه سيكون معكم ليسهل عليكم الخدمة. أن تفتخروا بالرب، لأن الرب سيجري فيكم ومن خلالكم العظائم، فيشعركم بنحو على نحو شخصي بأنكم شركاء في تدبيره الخلاصي، وإنكم كنتم إلى جانب الفقير والمريض والمجروح والمظلوم والمعوز، وكنتم قادرين على إحيائه من جديد وبعث الرجاء في نفسه، لتقولوا مع أمنا مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم، واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. إذ نبارك لكم هذا اليوم العظيم في حياتكم، نؤكد لكم صلاتنا مع محبتنا، وأرفع الشكر لله على عطية حياتكم، والشكر لغبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو الذي بعث لكم برسالة مباركا لكم وللكنيسة ولنا هذا اليوم، والشكر لإخوة السادة الأساقفة الأجلاء لحضوركم معنا ومشاركتكم لنا هذه الفرحة الكبيرة. الشكر لجميع الحاضرين هنا والذين يتابعوننا بالصلاة لأجل أبونا ميلان وأبونا سافيو. أشكر عوائلكم الكريمة التي قدمتكم بفرح لخدمة مذبح الله وإنجيل ربنا يسوع. صلاتنا ليبارككم ربنا بمزيد من العطاء بالخير، ويجعل من عطية حياتهم نعمة في بيوتكم وخير للكنيسة جمعاء. صلاتنا وشكرنا إلى كل من رافقكم في هذا الطريق، إخوتكم آباء الكهنة الأبرشية الأعزاء، الكهنة الأصدقاء، الشمامسة الأحبة، إدارة المعهد الكهنوتي الباتريركي، إدارة وأساتذة كلية باب الحبرية، الكلية الأوربانية والكلية الإيرلندية في روما، الأب ويليام القادم من إنجلترا، والآباء جورج وأكسل القادمين من كولن في ألمانيا، إخوتكم، أخواتكم، أقرباءكم، أصدقاءكم، الرهبان والراهبات. لهؤلاء جميعا أقول أشكركم من كل القلب، فأنتم جزء مهم من قرار أحبتنا أبونا ميلان وأبونا سافيو. الرب يبارككم. شو تقيموخ بسخوفة وروازة وخنم زمورم صلوية مجاوب لان يا مريم، مجاوب لان يا مريم، صالوخ يا مريم بدل يمن ايتا تدرويا بحبوخ آلة هايا ورخشة بمكي خوثد لبا بشيطوثات هيمانوثا لسنادة كل منشيا وسنيقة وقطيقة أمودة وببلخوخ لزرق شلاموخ بسخوثوخ بكل ايجيناثا منو طلبوه جاوبنا يا مريم.
تركوا كل شيء وتبعوا يسوع. نصلي من أجل الأب ميلان والأب سافيو اللذين تبعوك وخدموا شعبك المؤمن وقدموا ذاتهم قربانا لمذبحك المقدس. قدس خطواتهم ليمجدوك في حياتهم، نسألك يا رب. يا مارن وآلهن بربز خشكت لبواثن مبهر خاين، هل أنت التبخ يلبانوخ تتخهوخ بذاثة وبسخوثة وقديشوثة؟ أخني مكروزة بإيونغاليون ديهم خلصانة عواذ الطاوة وحبة، أخني برخاشة أرخد بهرة وحقوث الأورشليم شميانيثة من نخ طلبوخ. يا أبانا السماوي أعطنا أن نشعر باحتياجنا إلى المسيح ربنا ليملك على قلوبنا إلها ومخلصا حتى ترتوي نفوسنا العطشة بالماء الحي الروح المحيي الذي يفيض في داخلنا إيمانا ورجاء وحبا وسلاما، نسألك يا رب. استجب يا رب. تدويحا بدل خلاص دين كم باقد لن تدودق دخران دموت وذق ورت وذق يمتي أو قابلنا هذه دي وحثة من إيدي بنعمة ورحمة العالمين آمين. فقدان وخمارا والاهان فقدان وخمارا والاهان بيش دري وصيبة هاني رازم شبح وقديش ومحياني والاهاي اللي دمثحم حسيانا ولي تيت ضمانا قاعد تريد من شمية طالي شو حب كل عدان العالمين آمين. شو حلاوة ولورا ولروحة قدشة عالمذبح قدشة نهوي دخرانا دو ثلتة مريم امي دالاها دخرا مر يوسف على المذبح قدشا
عم كيني دنصاح وسادي دثكلال الشغل صورة كلهم عني ذي بقيم دشرتك شو حقي منهم أخني كم هي منوخ خالها بابا طباط الكل برايز شمية وهلا كل مني باش نزول باش نزيم روخ أمر يعيش ومشي حال لا هي إلهي أبورد كل بلاثة أرد ماري مشتوية أم كل عالم هلا حقاني هلا حقاني مكيان بابي كوي لاتي بشتنسي وعلم ومشتبري أقول مني أرد السباب نخلي بلينا شخص صالوك شلامان مصالون الدخران تبواثا باطر يركوب بسقوب وكل كانوا مشمشان وجوان قب ثلاثا وكل يان يدمثل يبلطلي من هذي علما بايمان وثعقاني وكل يبواثا وخنواثا وكل ابنون بناثا وكل ينوي وشليحة وكل يساذ وموديان تأخذ كل أطرا دالام كان للي بقيم تنبيني ميث ويا ولا نما يموطا ووسامة ويرتوثا تخاين ملكوثا دش ميا بارخ ما روحو فك ميلا وبهيمان وثحقاني خدم خلخلي ثود الجبان آمين بارخ ما مسقطال وقتش بحتة ويقارة وشكارة وصغادة دها وكل عدانا والعالم علمين آمين شتامة أم وخم أم وخم تروحو هلو نقنوا في شلامة خاتخا حب دمشيحا Thank you.
دامد مارني شوم شي حاو حبد على باب وشريك وثد روحة قدشة ويمد كلا دها كل عدانا والعالم علمين آمين. الإيل شدها ويخوشا ودي يوخو جيب وخالد ورام دسحق دسرع الملكة مشبحا استاذت كل فايش مقروان بلا يحكم واجب شلاما قديش وصراف روحاني سخت تستدوث خك مقروي آمين. كدم عيطي وكم شبحي دلبطال وقاري خال خنا وكمري نحاش ود نقرا والموتى هول اليت مشلم وانسى ولحمة بذا وقديش اثى وارم عينا والواثى خلا ويحث كل وودي لا اخو وارخ بقصى تلميذ وكادمار ساوخول مني كل خون هنا وبغر على بيكون مثقصي شوق انا دحطاهي خنا من باثر دحشي من ساو بيذا وقدي شاثا كاسا دخيام وودي لا خواري خويا والثلمي ذا وكضامار ساو اشتاو مني كل قوم هنا ودي
يثي قحط الدد العالم رازت هيمان وثد احلب بيكون واحلب سقي مثل شيث شو قانا دحطاهي آمين. كل إيمان دو ذو تؤذي تتخراني أو ذو تليم حيلو ثدك يا نبرح مش بيخد نعم ديوخ بدل كل عون ونعم تياثو دنقيبا مسخوخ طال وبتشبح توي قارة وشكارة وزغادة دها وبكل عدانا والعالم علمين وشوخون مريا الاخيره نقبل هذه قربانا مقروخ لطالق بدل كل نعمتيات اختب ثلث الابد مات مريم طوانيثا كل بابواث وكينو زديق دش بيري قامو كل نويه وشليحه وكل سهده ومودياني بدل كل يتقدش تقاثوليقي بدل بابواث قديشه ما فرانسيس بابا درومي ما لويس قاثوليقا باتريركا ومار بشار بسقوبا متروبوليت مرعيثا بدل ابسقوبه وكهنه وشمشانه وربانه وربانياثه تقبله يا رب لاجل شفاء جميع المرضى والمتالمين وامنح اخوتنا المتوفين على رجاء القيامه السعاده الابديه تقبله يا رب لاجلنا نحن المنتظرين رحمتك ولا تعاملنا بحسب خطايانا بل اهلنا جميعا للمغفره بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بايمان حق احسانا منك تقبله يا رب لأجل هذا الوطن وسكانه وهذه المدينة عنكاوة وأهلها صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات وامنحنا من أمنك وسلامك كل الأيام Yeah.
واسم يمارا ولها ريخة طموثان واسر يوثان بريخة بسيمت بس يموت تحبه خلي اللمقاوي من شخت الخطيثة يا شيبان طاود بقل الجيالة إلان زيل السكرتن كعجب ليلة بدأرتان محاسي لقناي وخطياثي آني دك يا ذناي واني دلك يا ذناي بنعمك وبرحمك آمين بارخ ما طوالا مارا ولا هانم رحمن وثدنا من توخ القيب داني رازي مشبح وقديش ومخيان ولا هاي كدلي وخاشي عطوثام كدخني قروخ ماري بهيمانوثة حقوثة شموخ القيب داني رازق قديشي قاصخ بحنينوثوخ رشموخ بمرحمانوثوخ بغرى ودمد مخيانا مارني شعم شيحة شمد بابا وبرونا روحة قدش العلمين فايشر شيما دم يقيرا بغرى مخيانا دمارني شعم شيحة شمد باب وبرونا روحة قدش العلمين فايشر شيما بغرى قديشة بدم محسيانا دمارني شعم شيحة شمد باب وبرونا روحة قدش العلمين آمين ثيت ماراني شو عم شيحة وحبي دالها آوى شو تابوثة روحة قدشها ويا أمد كلان دها وكل عدانا والعالم علمين أمين كلن بزدوثة ويقارة قروة خرازة بغرة ودمم يقرد مخلصانا بلبة صفية وهي معنوثة حقاني تخرق حشيح ومتقمل بقيمتي حدم سبابا إحي ذايدة لها بغرة ما يوثة وكيانة مليلتة ويذعتة ولا ما يوثة من ابني ناشا شقلة وابنا موسح مخهيانة وفقداني حقديشة من طعيوثة ليذعذة حقوثة كم مقرولا بطر كل حم ضبرانوثي حم بدالا ريشيثة كيانا بصليوة بشلم عذبة ومن بيني ميثة قملة والشمية سقلة مسوبيل طالن رازح قديشة دبقاوي تقرأ كل نعمة تعد الجيبن ده أخني بحب شفيخة وبعجبونة مكيخة قبله خليت تخاي أبدي ناية بصلوثة صفيثة بقو حشة ترشونة شد مشركة غبرازة دقيتة بمودة ياوثة كد أخني دارخ من قناهن ومبشمن وخلقياثن وطلبك رحمه شوقانا من لها ما تكون الشوق اخذ ناهد اخنواتن يا مريم شوقانا نعمت يا حد مصابك نتافد من بولاغ وجحادر يا مريم شوقانا نعمت يا حد بالصافي قيناثا من كنت ودج من ايوثا يا مريم شوقانا نعمت يا حد شقلك قربانا وبيشك مقدش بروحك قدشة يا مريم شرقانا نحن باتفاقوذة وحويادة قوشاوة قبلك حبة دغذاذ الشريكوثة بآني رازل يا مريم شرقانا نحن دهاوي طالا يا مريم تقيمت بغران وتخلاص دقيناتا بخايد الأبد أبديا
صالح شلام أمان حاسي ماري بحنين تختاها نجيناثا قاد السبواث بنعم التوخ مخشخ لن مارن ألهم دايم وثد لم ومقيم مقاموخ لبصبيا وبثواثة قلي بقوب استاوثت آيد منه برحمة بالشول تطالا كلا بغداد قاروخ وهذا أمروخ حاشا وخلزوان والعالم عالمين اجتماع عمخون اما عمروها قدش القديش يا ابش الموثى طيب وثن محيانا ماراني ام كلان Amen.
ترسلني لكرمك قبل مشيء الغروب، فشمس الحياة إلى المنتهى ويوما إليك إلهي Thank you.
وثان أخي ليلين دوياث ما وثان طيب وتدرو حد قش يقرونا وش بينا وش توتبنان مسود رازيها لين شويحة وقديشة محياني ولها نودي كلان أخذ وانشب أحلالا يا مارب كل يوم ثام لايق لي مارب كل يوم ثام واجب لبكل زوني وخاشخي بكل شياثة لشكارة ولصغادة ولمشبوحة تشم مزد آن أضرب وثوخ كم خش خدي يا ماري لك يا نمحي لد بنينا شما يوثم أما تروحاني تشم وخم قد شيم براز خليث وخم شركي بحليوث تنياث ومسمي قالت شوحة وشكرت لو ثغلو ثمسقي كل عدان يستاذد كل باب وبرونا وروحة قدش العلمي آمين باري أودكم بارخ لم كل بركاثة دروحة بشمية ابنا فنجي وثدي شعم شي حماران أودكم بارخ لم كل بركاثة دروحة بشمية ابنا فنجي وثدي شعم شي حستاذان كم يا ولن بغري ودمي رهونة خايي تلك بيشي مخبلي ومبارخ الكنشان ناطر الجمع ديان قادش العمان زيل وبسمل بخيل ادرازي شويح وقديش ومخياني ولا هايم قوني شن بخايد صلي ومارن هيا هاوت نختيم ونطير من كل زرار كسيو قليه هاشا ووخل زوان والعالم علمين يعلمنا القديس بولس أن نشكر الله بلا انقطاع. أرفع الشكر والحمد للثالوث الأقدس الذي دعاني ورافقني على مدى سنوات تنشئتي واستعدادي للسر الكهنوت المقدس، وأسأله أن يؤهلني لاستثمر باجتهاد وزنتي التي أنعم بها علي. سيادة المطران مار بشار متي وردة السامي الاحترام، أصحاب السيادة الساقف الأجلاء، آباء الكهنة الأفاضل، الأخوة الرهبان المحترمين، والأخوات الراهبات الموقرات، إخوتي تلاميذ معهد شمعون الصف الكهنوتي الأحباء، أهلي أقاربي، أيها المؤمنون المباركون، سلام ربي معكم جميعاً.
في الحقيقة لم يكن دخولي معهد شمعون الصفا الكهنوتي ودراستي في كلية بابل الفلسفة واللاهوت سوى مغامرة مفعمة بالشغف عيش ذلك النمط مدهش من الحياة المكرسة. فمعروف أني كنت مولعاً بالأنشطة الرياضية فضلاً عن امتهاني للحلاقة، ولكن عندما دعاني الرب انقلبت موازيني وتغيرت خططي وحدثت انعطافة في حياتي، ولسان حالي يقول تكلم يا رب لأن عبدك يسمع. فصغيت محاولاً اكتشاف حقيقة دعوتي. اخترت من مزامير داود الملك شعاراً لمسيرة الكهنوتية والإيمانية: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. هذه الآية لطالما لمست قلبي وانعشت حياتي. فما أعظم أن تشعر بأن الله ممسك بيدك ويقويك لتكمل مسيرتك، ينصحك ويرشدك ويؤهلك لتقول له نعم على مثال أمنا مريم. لا يمكن لأي شاب أن يحدد اختياراته العلمية والعملية في الحياة دون أن يفكر في الصعوبات والتحديات التي سيواجهها. لذا كثيراً ما سألت نفسي: هل أستطيع أن أختار هذا الطريق الشاق والمشوق ثم أستمر فيه دون انسحاب؟ الإجابة كانت تتبلور في ذهني وتزداد وضوحاً بمرور الأيام والسنوات، وأنا أزداد نضوجاً ورسوخاً من خلال دراستي في المعهد الكهنوتي. نعم، أستطيع باتكالي على يسوع. نعم، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني ليواصل مسيرتي برجاء وفرح. شكري العميق لسيادتكم راعينا الجليل مار بشار متي وردة على تشجيعك المستمر ودعمك الأبوي. يغمرني زهو كوني أحد أبنائك والعاملين معك في كرم الرب لإعلان بشرة الخلاص وفرح القيامة. شكراً لكم سيدنا. وافر الشكر والتقدير لمعهد شمعون الصفا الكهنوتي وكلية بابل الفلسفة واللاهوت بإدارتهما وأساتذتهما وتلامذتهما، والشكر موصول لكل من ساهم في تعليمي وتهيئتي لهذا اليوم المبارك. خالص الشكر للأبوين فادي ليون وأفرام جليانا على كل ما قدموا لي خلال مسيرتي في المعهد الكهنوتي. عائلتي الحبيبة، أي الشكر يمكنه أن يفي حقكم؟ لقد سهرتم على تربيتي وتنشئتي، وسائر إخوتي تنشئة مسيحية رصينة ملؤها المحبة، وزرعتم في بذور الإيمان، رافقتموني رغم البعد في كل كبيرة وصغيرة، وكنتم خير سند لي روحيا معنويا وماديا. أخي العزيز ميلاد، تشجيعك الدائم ساعدني كثيرا كي يكون ثابتا في دعوتي. تدعمني وتشارك أفراحي وأحزاني، فضلا عن تحملك عني ما يترتب علي من مسؤوليات البيت على ضوء غيابي الدائم وأنا أكمل مسيرتي. أختاي الغاليتان لافينيا ومريم، أشكر محبتكما وتحملكما غيابي. أنتما معي في صلاتي وأعلم أني في صلاتكما. شكراً لكم أقاربي القادمين من السويد، ألمانيا، بريطانيا وفرنسا لتشاركوا هذه الفرحة. جزيل الشكر وامتنان لآباء الكهنة باشيتنا على تشجيعهم ومساندتهم ومرافقتهم، فضلاً عن قبولهم لي كأخ صغير يشاركهم الحياة. أشكر محبتكم الأخوية وتعاونكم في المستقبل. محبتي ووافر تقديري للأبوين فرانسيس شير وألبير أبونا وللروح الأب حنا جيجيكا، كنتم نعم مرشدين روحيين لي خلال مسيرتي الإيمانية. خالص الشكر لكل إنسان وضعه الله في طريقي ليساعدني في هذه المسيرة الطويلة، لكل من علمني أن أبتسم وأزرع الفرح والرجاء في قلوب الآخرين، ولكل من ساهم في تعرفي إلى كلمة الله وابتهاجي بأن أكون مبشراً بها بإخلاص وأمانة. وأخيراً شكراً لكم جميعاً على حضوركم ومشاركتكم في الصلاة. لذلك أشكر كل من لم يحضر وشاركني وجدانياً صيامتي. أسأل الرب أن يبارك عوائلكم وأعمالكم ويغمرها بالسلام والنعمة والبركات.
معين الجليل مار بشار متي وردة سامي الوقار، السادة الأساقفة الأجلاء، الآباء الكهنة الأفاضل، الأخوات الراهبات الفاضلات، عائلتي الكريمة، إخوتي وأخواتي المؤمنين الكرام، أصعد آيات الشكر والتمجيد للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس على نعمة سر الكهنوت المقدس التي اقتبلتها اليوم عن غير استحقاق مني. أقدم شكري لأمي مريم العذراء أم الكهنة التي اتخذتها شفيعة لي طوال فترة دراستي واستعدادي للكهنوت لترافقني وتعلمني أن أقول نعم لإرادة الله في حياتي كما قالتها هي. الوصول إلى هذا اليوم المبارك لم يكن سهلاً، وقد تطلب دراسة طويلة وتعب وجهود حثيثة طوال 8 سنوات، 3 منها في عنكاوة وخمس أخرى في روما. وفي هذه المسيرة رافقتني نعمة الله وأنوار الروح القدس، ولا أنسى فضل الكثيرين ومساعدتهم لي في مسيرتي. وفي مقدمتهم أقدم شكري وامتناني لعائلتي العزيزة، وبشكل خاص لوالدي ووالدتي اللذين ربياني تربية مسيحية صالحة وأوصلاني إلى هذه المرحلة. وأشكر أخي العزيز سان لاحتماله أثقال العائلة ومساعدة الوالد في العمل ودعمه الدائم لي، كما أشكر أخواتي ساندي وسارة على تشجيعهم الدائم. أقدم شكري الخاص لسيادة المطران مار بشار متي وردة على دعمه الدائم لي منذ بدأ دعوتي حين كنت طالباً في الإعدادية وصاعور في كنيسة مار غورغيس، فواكبني إلى أن دخلت معهد الكهنوتي وأرسلني لأكمل دراستي في روما وإلى اليوم، فشكري البنوي العميق لك يا سيدنا. كما أقدم شكري وامتناني لإدارة معهد شمعون الصفا الكهنوتي السابقة والحالية لتنشئتها لي لمدة 3 سنوات. أشكر أيضاً عمادة كلية بابل التي فيها درست مدة 3 سنوات. أشكر أيضاً السيمينير وجامعة أوربانيانا والكلية الإيرلندية الحبرية في روما لاستقبالي مدة دراستي في روما. أشكر الأخوة كهنة إبارشيتنا الأفاضل لدعمهم وتشجيعهم الدائم لي. أشكر الأهل والأقارب والأصدقاء الذين من أول يوم دخولي المعهد الكهنوتي كانوا يتابعونني ويسألون عني ويصلون من أجلي، شكراً لكم من القلب. باسمي وباسم الأب ميلان نشكر الشمامسة الأعزاء وجوقد يزدان دوخ الموحدة، وفي مقدمتهم الأب العزيز نشوان يونان، الذي وضع بصمته ومحبته في هذه التراتيل الرائعة التي أسمعنا إياها. نقدم شكرنا لخورنة كاتدرائية مار يوسف بشخص خوريها الأب دنحة عبد الأحد، وشباب الخورنة للعمل والتحضير اللوجستي. نشكر الأب ميسر المخلصي لإقامته لنا الرياضة الروحية تحضيراً للرسامة. نشكر أيضاً الأخت نعم كمورة من راهبات بنات مريم الكلدانيات لجهدها في تحضير والترتيب حلة الكهنوتية التي لبسناها اليوم، ونشكر جهدها في تزيين المذبح. نشكر جميع الرهبانيات النسائية والرجالية العاملين في إبارشيتنا لدعمهم لنا. نشكر الدائرة الإعلامية في الإبارشية وكادر راديو مريم على نقل الرسامة على الهواء مباشرة. نشكر كل من تعب وسهر في إعداد الرسامة لتكون بهذا الشكل الرائع. شكراً أيضاً لكل من حضر وتابع وصلى من أجلنا، ليباركنا الرب جميعاً ويفيض علينا نعمه وبركاته. ولتكن العذراء مريم أم المعونة الدائمة
معلمتنا في طريق المحبة والسخاء في رسالتنا. في الختام نطلب منكم أن تواصلوا الصلاة من أجلنا لكي نكمل بنعمة الرب المسيرة التي بدأناها اليوم. سوف يكون القداس الأول للأب ميلان غدا مساء الساعة 5:30 في كنيسة أم المعونة، والقداس الأول للأب سافيو في كنيسة مارغورغيس الساعة 5 مساء. في الخارج راح يكون عندنا قسكيك وأيضا تقاسم بعض المعجنات. الآن نتفضل للصورة مع السادة الأساقفة الأجلاء.